اهلا من جديد مشاهدينا، واذا تعليقا على الصحف معنا مباشره عبر تطبيق زوم، ناشر ورئيس تحرير موقع لبنان ديبيت ميشال قنبور. صباح الخير استاذ ميشال. صباح الخير لك وللمشاهدين. اليوم بلبنان ديبيت هناك شخصان نائبا مرشحا يتصدران استطلاعات المتن، وهما النائبين سامي الجميل وابراهيم كنعان. بعد احصاء سبق ووضعناه بالصحف، برأيك إذا بدنا نقول اسم الرابح الأكثر في المتن والخاسر الأكبر من؟ هو نتيجة طبيعة القانون الموجود، يمكن الناس انتفضت ب 17 تشرين قالت كلهم يعني كلهم، ونتيجة كانت انه كلهم يعني كلهم رجعوا على المجلس. وبنشوف اليوم المكانات الانتخابية للأحزاب بتفرجي انه عودة المجلس النيابي، عودة النواب بالمتن لا سابق عهدهم، يعني عم شوف نفس الاحزاب اللي كانت ممثله عم تكون ممثله. في فرق بس مقعد وحيد اللي رح يخسروا تار وطن الحر اللي رح يروح او لحزب القوات او لحزب الكتائب اللبنانيه. والنتيجه صارت شبه محسومه. هو المقعد الكاثوليكي اللي رح ينخسر بالمتن؟ بالنسبه للتيار؟ القوات المقعد يعني التيار كان عنده ثلاث مقاعد كاثوليكي. نعم. هو المقعد رح يخسره. نعم. نتيجه انه القوات اللبنانيه رشحت الوزير السابق ملحم رياشي، والوزير السابق ملحم رياشي يعني اصوات القواتيه رح تكون كلات عليه، والتيار ما عنده القدره يقدر يجير ل ادي معروف عدد اصوات تفوق اصوات رح يحصل عليها الوزير السابق ملحم رياشي. نعم. هيدا لعده اسباب، ابرزها انه اليوم التيار الوطني الحر اجرى انتخابات داخليه واجرى استطلاعات راي، وكانت عم بتفرجي نتيجه يعني مزاج مؤيدي التيار يلي يعني كلها عم بتصب عند نائب ابراهيم كنعان، او حتى من عند الوزير السابق اللي اسمه صعب النائب الحالي يلي ما كان ترشح وما شارك بس كانت الارض عم تعطيه. نعم. وبالتالي اليوم المقاعد صارت شبه محسومه، والصراع على المقعد الماروني الرابع بالمتن بين مرشح حزب الكتائب الصحافي سمو ابي فاضل ومرشح القوات اللبنانيه رازي الحش. نعم، برايك ما هي المعارك اللي فيها هيك خطوره لاسماء كانت محسومه بالدوره السابقه ومريحه؟ بأقضية أخرى أقضية ودوائر أخرى، أقضية أخرى بطبيعة الحال بالموضوع القانون الانتخاب من بعد ما سكر باب اللوائح، صرنا قادرين نقدر نحصي 80 واكثر من 80% بشوي من عدد النواب الراجعين. نعم. الاحزاب يعني اذا في حدا مهدد بمطرح معين بيكون نتيجه او يعني صار خارج التحالفات اللي كان منضوي لها بمره سابقه، او نتيجه تخلي حزبه عنه، ولكن معظم الاحزاب قادره اللي بتختاره بترجع ترجعهم على معدن. واذا عم نحكي عن دائره المتن، القوات اللبنانيه كان عندها ايدي قبل ما بالمره الماضيه، بمجرد انه اختارت الوزير الحالي من الوزير السابق ملحم رياشي انه صار نائب، وبالتالي هذا القانون وطبيعته. نعم. بتعطي سلطه وسطوه للاحزاب والتكتلات الكبيره انه تقدر تختار يلي بدها اياهم. هلا كانت المفاجاه الكبيره بهي الانتخابات انه غياب تام للمجتمع المدني ولقوى التغيير. نعم. بالوقت اللي كنا متوقع انه تكون عم تشكل لوائح وازنه وجيده وتقنع فيهم الناخبين، عم بنشوف انه نحن اليوم مجتمع مدني مكافئ بشكل كامل، وهذا الشيء اللي عطى الادفانتج للاحزاب وخاصه الاحزاب المسيحيه. نعم، مع انه في دوائر معينه فيها اكثر من لوائح، يمكن السبب هو اكثر من لائحه وتشتت هذا المجتمع المدني. يعني هذا المجتمع المدني ما نطر السلطه حتى تهزمه، هو هزم حاله بحاله نتيجه تشتته على عده لوائح. اليوم الخيار اللي عم بقدموه للناس هو خيار مشتت، بعطي مثلا بدايره البقاع الاوسط. نعم. ثلاث او اربع لوائح، بعطي مثلا بدايره بعبده اللي كان محسوم فيها انه يقدروا يفوزوا لانه تجمع المعارضين والتغييريين قادرين يجيبوا حاصل ويعملوا نايب، نتيجه تشتتهم رح نشوف يعني ان شاء الله يتوفقوا، بس انه حظوظهم صارت كثير صعبه. نعم. بنشوفوا علي وقت اللي بمباراه الماضيه ما كانوا متوحدين كيف ما قدروا ياخذوا حصة، واليوم نتيجة توحدهم عندهم حظ كثير كبير انه يرجعوا يفوتوا. المجتمع المدني خاض الانتخابات النيابية بطريقة خاطئة، قدم لأحزاب السلطة هدية على طبق من فضة، اليوم عم يستعيدوا شرعيتهم القانونية والشعبية بهيدي الانتخابات نتيجة غياب هذا المجتمع المدني المشتت.